هذه التظاهرة الإعلامية تحتوي على العديد من الأجنحة أين يتطلع الزائر المواطن على مهمة قيادة قوى الدفاع عن الإقليم، طاولة السلاح في منظومة الدفاع الوطني، وما يقوم به أيضا في حماية الأجواء الجوية الوطنية. يتعرف الشاب على مختلف المؤسسات التكوينية التابعة لسلاح دفاع عن الإقليم، الفرص التي تقدمها للشباب، و ممكن ايضا تقديم شروحات اخرى فيما يخص التجنيد وشروط الالتحاق بمختلف المؤسسات التكوينيه التابعه لوزاره الدفاع عن الاقليم. اليوم جينا لدار الزعفران باش نتعرفوا على قيادة قوات الجيش الوطني الشعبي، قوات الدفاع الجوي، داروا معرض للتعريف بهذا الجناح والأدوات التي يقومون بها من رادار ومدفعية الميدان وطائرات.